السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. المهم هنا كنت غندي خويا يلعب، عنده حصه في القاعات المغطاه اللي في السماره، قلت علاش ما نصور لكم فلوج يعني صغير مع خويا الصغير الله يخليه لينا. المهم هنا كنا غاديين، المهم راه كاينه الطريق تبارك الله من بين حي السلام حتى فين كاينه قاعه المغطاه في العوده. ايوا الصراحه انا كيسحب ليا، كاين يعني ما كايناش طريق بزاف، صعب اللي مشينا تعطانا شي ساعه فوتنا في الطريق. ايوا هنا كنا وصلنا عند المحكمه الجديده، السيد كيقول لي ظلم الحال عطلتيني، والصراحه طلع عنده الحق، عطلته بساعه. هو كيسحبنا حنا عنده مع تسعود ال 11 بلي مشينا. ايوا بلي مشينا لقينا عنده الحصه الصراحه مع 8 ل 10. ايوا ماشي مشكل. ايوا هنا زعما كنت كنزومي لكم كنقول لكم راه فين غيلعب خويا، راه القاعات المغطاه فين غيمشي السيد، قريب يجري. المهم هنا صورت لكم عند الجامع الكبير، هذه المحكمه الجديده اللي كاينه، زوبيت لكم باش تشوفوا. تبارك الله كان الجو زوين داك النهار، شوف تبارك الله الجو، شوفوا السماء تبارك الله صافيه. المهم هنا فاش وصلنا عند الباب، ايوا السيد راه سبقني. ايوا فاش غيمشي يدخل غيلقى الصدمه، غيلقى الناس بادين بساعه. ايوا ماشي مشكل، المره الجايه ان شاء الله نمشيو بكري. ها هو هنا نمشى انا، غير غيشوفهم غيرجع عندي كيبكي، يقول لي عطلتيني ما ديتينيش في الوقت. ايوا المهم نخليكم هنا شويه. صورت صراحه ما صورتش بزاف حيت كاين الدراري صغار وما بغيتش نصورهم صراحه حشومه، صورت غير شويه وما بينتهمش مزيان. ايوا المهم هنا فاش خرجنا مع ديك العشرة خرجنا، صورت لكم ثاني عند الجامع برعاية المسجد. ايوا المهم كان الجو تبارك الله زوين، ما كانش بارد الحال بزاف. ايوا المهم هنا خرجنا ودزنا عند واحد مول المحل كنتقداو عنده، كاين المهم في التوسعة تبارك الله، تاهو ظريف وكيتعامل مع الناس، والصراحة يعني ناقص شوية بحال المهم كرو، عنده الموان عنده كلشي. المهم تاهو صورت عنده وتقدينا شي حاجة. ايوا المهم نخليكم دابا مع الفيديو الدوره في المحل، وصورت لكم واحد الخرجه كنصورها ليا خويا. المهم حتى هي غنديرها مع هذا الفيديو. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتخلوا لنا شي كومونتير زوين وديروا لنا جيم، وكنتمنى تشجعونا ان شاء الله باش نمشيو للقدام مازال معاكم ان شاء الله. Oh,
Thank you.